السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفه افكار. وان شاء الله نعطيكم فلوق تاني. خرجة ديالتي دابا انا في مدينه تيزنيت وغادي لمدينه مراكش. وصلنا في الليل، مشينا تحت جامع الفنات، عشينا فيها، ارتحينا شويه، ومن بعد مشينا للدار البيضاء، رجعنا صافي سالينا السفر ديالنا. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. لا يشوفكم فيديو ديروا ليا لايك وشاركوا في القناه ديالي. تابعوا من الفيديو الاخير.